حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأجمل التحيات نقدمها لكم من شاشة قناة الرافدين في برنامجكم الأسبوعي منبر الرافدين. حلقة اليوم تخصص في البرنامج للاقتصاد العراقي. يا ترى إلى متى ستبقى السياسات الاقتصادية في العراق تعتبر سياسات ترقيعية؟ لماذا يستمر الاقتصاد العراقي باعتماد السياسة الريعية ويعتمد على مدخول واحد وهو النفط؟ إلى متى تبنى الميزانية العراقية أو الموازنة السنوية العراقية من إيرادات العراق من بيعه للنفط؟ ألا يوجد شيء في العراق يستطيع العراق أن يستخدمه أو أن يستغله في أن يكون مدخلاً آخراً للعملة الصعبة في الموازنة؟ ألا توجد هنالك أراض يستصلحها العراق لتستخدم في الزراعة؟ ألا توجد في العراق صناعات محلية يستخدمها العراق لتصدير منتجاته إلى الخارج ويستخدمه أيضاً كمدخول آخر؟ اليوم في العراق حكومة جديدة بقيادة مصطفى الكاظمي، لكنه خرج للعلن وقال إنه استلم الخزينة فارغة. هل هذا يعني أن العراق دخل إلى باب الإفلاس؟ هل هذا يعني أن العراق لن يستطع أن يفي حق الموظفين والمتقاعدين من رواتبهم؟ هل هذا يعني أن الشعب العراقي يجب أن يعي أنه لا أموال في العراق فلا يطالب برواتبه أو لا يطالب بشيء أصلاً؟ هل هذا يعني إذا كانت السياسات الاقتصادية في العراق فاشلة على الشعب أن يموت جوعاً؟ ألا تعي الحكومة أن الشعب العراقي، بما أن الحكومة تستخدم السياسة الريعية وتعتمد على النفط فقط، ألا تعلم أن الشعب العراقي يعتمد على مدخوله أيضاً ليعيش؟ ألا تعلم الحكومة العراقية أن الشعب العراقي ينتظر من هذه الحكومة أن توفر له خدمات وأن تبني له شوارع ومدارس وجسور وأن توفر له فرص عمل وأن تعطي رواتب كي يعيش عيشاً كريماً حاله حال بقية الشعوب؟ هذا هو محور حلقتنا اليوم، السياسات الاقتصادية في العراق، منبر رافدين اليوم بعنوان إلى متى تستمر السياسات الترقيعية في الاقتصاد العراقي؟ تابعونا بعد الفاصل. رجال دولة، وجريمتنا أننا أثبتنا بأننا رجال دولة. ما عندنا بناية يقال بنيت في زمن العراق الجديد، بس إيش عندنا؟ عندنا أموال مهدورة، عندنا أموال بغسيل أموال، عندنا عمارات خارج العراق بأسماء معينة، عندنا تلاعب عجيب غريب. فما يتقاضاه بالتساوي عضو مجلس النواب بناء على القرار 282 5 مليون كراتب اسمي ومخصصات، ثم عملية استقطاع ضريبة بمقدار 637 وتقاعد بمقدار 500 ألف، الإجمال الذي يتقاضاه جميع أعضاء مجلس النواب من ملايين ومئتين وسبعة ألف. تهريب النفط، ملف العقارات، تهريب الأموال، التهرب والمنافذ الحدودية، الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية، السيطرات الرسمية وغير الرسمية، السجون ومراكز الاحتجاز، كلها بها فساد. كل هذه الملفات هي فساد. حياكم الله من جديد مشاهدينا الكرام. كما بيّن البرومو الذي خرج بعد المقدمة في برنامج منبر الرافدين بعض ما قاله نور المالكي أو عادل عبد المهدي أو غيرهم من السياسيين، لكن أعرج على قضية مهمة وهي عادل عبد المهدي، بما أنه كان يتسنم منصب رئيس الوزراء قبل مصطفى الكاظمي. بيّن بعض من الملفات التي فيها فساد وقال أن كل هذه الملفات تحتوي فساد، بل أن كلها فاسد،
واليوم أتت حكومة جديدة كما يقولون ويقودها مصطفى الكاظمي. لكن المثير للجدل ما قاله النائب في البرلمان حسين العقابي أن مصطفى الكاظمي أحال عادل عبد المهدي ووزرائه على التقاعد. هنا نثير التساؤل، أين ملفات الفساد في زمن عادل عبد المهدي؟ من المسؤول عن قتل المتظاهرين؟ من المسؤول عن إهدار الموازنة في زمن عادل عبد المهدي؟ مصطفى الكاظمي صرح بأنه استلم خزينة العراق فارغة، هل هذا يعني أنها كانت تحوي أموالاً ولم يجد لها أثراً؟ هنا نثير تساؤلاً، أين صرفت؟ هل هذا يعني أن الخزينة العراقية عندما استلمها عادل عبد المهدي من الذي سبق حيدر العبادي كانت تحوي أموالاً بحيث أن عادل عبد المهدي هو المسؤول عن إفراغ الخزينة العراقية، وأن مصطفى الكاظمي مستغرب اليوم أنه استلم رئاسة وزراء العراق بخزينة فارغة؟ إذن كيف أحال مصطفى الكاظمي عادل عبد المهدي ووزراءه على التقاعد دون أن يسائله؟ هنالك متظاهرون قتلوا، هل حقق مع وزير الدفاع أو وزير الداخلية في زمن عادل عبد المهدي معهم؟ هنالك ملفات فساد أشار لها عادل عبد المهدي بنفسه، هل وجد مصطفى الكاظمي أن عادل عبد المهدي تخلص من هذا الفساد الموجود في تهريب النفط والإتجار بالأعضاء البشرية وتهريب الأموال وتهريب العملة الصعبة وتهريب المواد أو البضائع المستوردة من الخارج إلى الداخل أو تهريب البضائع الفاسدة كما يوم أمس الفيديو الذي أشرنا إليه في نشراتنا وبرامجنا البيض الفاسد؟ هل هذا يعني أنك أحلت عادل عبد المهدي إلى التقاعد أنه بريء من كل ذلك؟ كيف استطاع مصطفى الكاظمي أن يتغاضى عن هذه الملفات؟ كيف استطاع مصطفى الكاظمي أن يحيل عادل عبد المهدي ووزراءه على التقاعد دون أن يبحث ويستقصي في الفترة التي قضاها عادل عبد المهدي رئيسا للوزراء؟ وهنا نثير تساؤلا آخر، الكل يعلم ما هو حجم قيمة الراتب التقاعدي للرئاسات الثلاث. أنت اليوم أحلت مجموعة جديدة على تقاعد الرئاسات الثلاث وهم عادل عبد المهدي ووزراء، هل ستستقطعون منهم كما استقطعتم من رواتب الموظفين والمدرسين والأساتذة والضباط كي توفروا أموالاً للخزينة العراقية، أم أن رواتبهم ستصلهم كاملة رغم حجمها المهول ورغم أنهم لا يستحقونها؟ أول اتصال في منبر الرافدين معنا اليوم، محمد من محافظة صلاح الدين، حياك الله. حياك الله. الله يعافيك. هلا بيك اخويا. الله يعافيك. اجاوب انا لو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام، محمد انت على الهواء، تفضل. والله احنا شريحه المجتمع العراقي يعني الراتب على الكل الراتب المجدي الموظفين هذا ضغط على كل هذا الشيء. نعم شكرا، شكرا للأخ محمد من محافظة صلاح الدين، أتمنى أن تتصل بنا مرة أخرى لأن الصوت لم يصلنا واضحا، وأعتذر من السادة المشاهدين لرداءة الصوت من المصدر. سعد من الكويت، حياك الله. حياك الله يا أستاذ، سلام وتحية لك وللبرنامج، والشكر، وأريد أحكي وأشارك بصدق وإنسانية. تفضل. أولا أستاذي بالنسبة للبرلمان والحكومة عليهم أن يحاسبوا من أحتر المليارات وكذلك التلاعب إن وجد يعني، وكذلك أيضا يا أستاذ يحل المشكلات من ناحية البرلمان الحكومة
كذلك الفساد قد يكون جزئي وجزيئات. وأيضا نطالب أيضا يا أستاذي بمحاسبة من عذب الأوادم بالعنف والقسوة وارتكبوا مخالفة للدستور، وكذلك نطالب أيضا المهدي المنتظر القادم بمحاسبة أن يشور بمن عذب الأوادم وأزهق أرواح واعتدى على مخلوقات الله يا أستاذي. نعم. وعذب وأهان كرامة الإنسان يا أستاذي. وآخر الكلام يا أستاذي، نتمنى عودة النازحين والمشردين واللاجئين إلى أوطانهم بسرعة البرق، وتحياتي لك وللبرنامج وللقناة. شكرا. حياك الله، شكرا جزيلا لك. محمد من الرمادي حياك الله. الله يسلمك، السلام عليكم. عليكم السلام. الله يسلمك، أسلم عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام. وعندي ملاحظة يعني على شغلة الاقتصاد بالعراق والأزمة الاقتصاد. المشكلة بالعراق هي شغلة مقصودة، يعني هو تدمير اقتصاد العراق. لأن العراق بيه منافذ وبيه زراعة وبيه كل شيء. أنت شوف دائما كل ما ينهض العراق ويحاول أنه يصل مرحلة يتدمر اقتصاده وتتدمر المحاصيل من أجل يبقى العراق يستورد من الخارج، وتبقى تجارة إيران مستفيد الأول من هذه الأزمة الاقتصادية. احنا هسه موجود عندنا مصانع لحد الآن مغلقة ما يفعل يفتحوها، وموجود عندنا منافذ حدودية. هاي المنافذ عبارة عن يعني بؤرة للفساد، يعني هي عبارة عن يعني شلون ميليشيات مسيطرة عليها، ومسيطرة عليها المافيات وعصابات الإجرام والمخدرات، يعني تجي على اقتصاد العراق. واحنا اكبر اقتصاد اذا 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 عرفوا يستغلون، لكن مع الأسف يستغلون العصابات والمافيات والميليشيات. يعني هسه عندك يعني عن طريق القائم تقدر تعبر يعني سيارات برادات او تريلات ياخذون من عندها يعني من المخلص العراقي نص بالنص، عيني علني، يعني تسليب علني. يعني هسه السيطرات عباره عن تسليب، قلت تدفع لي اطلعك، ما تدفع لي تبقى انت تنتظر وضعتك تخيب. محمد، يعني هنا السؤال الذي يطرح، يعني في كل حكومات العالم هنالك الكثير من الحكومات في العالم تحصل فيها قضايا فساد، نجد ان الوزير الذي يتهم بالفساد إن لم تستقل الحكومة كلها على أقل تقدير يستقيل ذلك الوزير ويدخل القضاء ويساءل ويحاكم، ومن بعد ذلك نجد وزيرا آخر يعمل للقضاء على الفساد الذي حصل من الوزير الذي سبقه أو من المسؤول الذي سبقه. إلا في العراق كل وزراء العراق الذين أو كل رؤساء الوزراء الذين حكموا العراق منذ عام 2003 حتى اليوم هذا يتكلمون عن وجود فساد وقضايا فساد في العراق ويتحدثون عن إصلاح، لكن كل حكومة جديدة يعني تحصل على هذا المنصب أو كل رئيس وزراء يحصل على التكليف والمنصب من جديد نجده يتكلم عن الإصلاح، لكننا لا نرى أي شيء على أرض الواقع للإصلاح أو للقضاء على الفساد. لماذا؟ اتفق وياك الساكن ليش، يعني هو المشكله مو بالاصلاح، يعني المشكله اللي يحكم هو يريد الفساد، يعني هم ما يريدون اصلاح. يعني دائما اللي يجي هو مدعوم من حزب، فهذا الحزب هو دائما هو راس السلطه، فمن يحاسب القضاء هو يعني كل يعرف القضاء شنو ما بي، وكل يعرف الجزء الامني شكو بيها ما بيها. يعني هو جزء سيطر واحد، الكتل اللي مسيطر على العراق لا 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 تجعل من القضاء ياخذ مسرح. نحن مو دوله مؤسسات، نحن مع الاسف دوله عصابات، وهذا الواقع مع الاسف. نعم نعم نعم. شكرا 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 لك اخ محمد. يعني اشار الاخ محمد من الرمادي الى قضيه انهم يمثلون احزابا بعينها، وهنا تكمن المشكلة. لكن المشكلة في العراق أنها لا أحزاب في العراق أيضا، فكل الحكومات في كل العالم هي عبارة عن أحزاب متحالفة فيما بينها لتشكل حكومات، في بريطانيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، ألمانيا، السويد، اليابان، الصين، الهند، باكستان، كل دول العالم فيها أحزاب. لكننا المشكلة اليوم هنالك أحزاب في العراق تمثلها شخصيات أخرى، كل هذه الأطراف هي غير صحيحة. المشكلة اليوم في العراق مشكلة كبيرة، القضية الاقتصادية هي من أهم القضايا في العراق اليوم، وهي سبب اندلاع ثورة تشرين في العراق. لماذا السياسات العراقية الاقتصادية على حالها منذ عام 2003 حتى يومنا هذا ولم نرى فيها تغيرا واحدا
رغم تغير الوجوه. أبو فيصل من السعودية حياك الله. مساء الخير أستاذ. مساء الأنوار. الله يحفظك، تحية لك وتحية للشعب العراقي وتحية ثورة التشرين، تحية للمتصلين والمشاهدين وكادر القناة. بالنسبة للأستاذ، من لن يتغير من اقتصاد العراق سيء، كما قال الأخ المحترم من الأنبار، هي القضية قضية مقصودة، يعني هو يتنافس المشكلة. كل دولة يمكن يحدث فيها ترك، لكنه لا يكون مثل هذا، يعني رئيس جمهورية خاين، رئيس البرلمان خاين، يعني المتآمرين كلهم، يعني القضاء يعني خاين، الجيش يحمي الفاسدين مع الأسف، يعني لا يليق بتاريخ الجيش. يعني أنت واحد يسرق بلدك تحميه، يعني الداخلية هم مع العلم أنه لا في داخلية بالعراق، هي تابعة للميليشيات، يعني ما هذه المصيبة يعني؟ ويتنافسون، وكل ما جاء واحد خاين سارق يطلب تمديد فترة حتى يحكم العراق. يحكم العراق على شنو؟ يسرق 40 مليار 50 مليار ويروح الخارج، هدفهم يتنافسون هم كلهم سراق وحرامية. لكن إن شاء الله أمل بالله ثم بالشعب العراقي، ثورة تشرين سوف تستمر، نشجع ونأيد الشعب العراقي تأييد تام للقضاء على هذا الفاسد، الزمرة الطقمة المجرمة. وتحية لك. شكرا لك، شكرا لك أبو فيصل. أبو سارة من محافظة صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طالب بالعفو مال السجناء. حياك الله أخي أبو سارة. أبو سارة، يوميا نتكلم عن قضية عفو عن المعتقلين وعن السجناء في برنامج صوتكم في قناة الرافدين، وسنتكلم عليه كثيرا، لكن حلقة اليوم في منبر الرافدين عن الاقتصاد العراقي، تفضل. احنا على مود العفو مال السجناء، اقصد لك يعني صار يوميا شو اسبوع وشهر وماكو شيء جديد. نعم، يعني خذوهم وكل شيء، ما نعرفهم كل شيء، يوميا باكر وشهر والسنه طيب ابو ساره، اذا سمحت لي فلنضع قضيه المعتقلين والسجناء في برنامج صوتكم، ولنبقى اليوم في منبر الرافدين عن الاقتصاد العراقي اذا سمحت، تفضل. انقطع الاتصال ويا أبو سارة. أنا أعتذر منك أبو سارة وأعتذر من السادة المشاهدين، أعلم جيدا أن قضية السجناء والمعتقلين هي الشغل الشاغل لشريحة كبيرة من الشعب العراقي، لكننا بحثنا طويلا في هذا الموضوع وسنبحث أيضا، ولن نترك موضوع المعتقلين ولا النازحين، لكن في برنامج صوتكم، برنامج آخر في شاشة قناة الرافدين. اليوم منبر الرافدين يتكلم عن الاقتصاد العراقي، وهو هم آخر من هموم الشعب العراقي، لا يقل خطورة عن قضية المعتقلين والمغيبين والنازحين، فسامحني، شكرا جزيلا لك. اليوم أيضا حسين العقابي أثار نقطة، النائب في البرلمان يقول طالب العقابي فتح ملفات الاتهام لحكومة عادل عبد المهدي بالفساد وهدر المال العام ومحاسبتها على الخروقات الجسيمة التي ارتكبتها، وأنه لا يمكن إغلاق هذه الملفات وحفظها على الأرفف وطيها كما يحدث دائما، في إشارة من نائب من البرلمان أن ملفات الفساد دائما تركن وتوضع على الأرفف وتنسى، مشيرا إلى أن أحد أبرز سلبيات النظام السياسي الحالي، هذا كلام السيد حسين العقابي النائب في البرلمان، هو الثراء الفاحش للطبقة السياسية الحاكمة على حساب الشعب. حسين العقابي يقول أن هنالك موضوع مهم في العراق يحصل اليوم، وهو أن كل الطبقة السياسية الحاكمة للعملية السياسية برمتها شملها كاملا منذ عام 2003 حتى 2020 تتسم بثراء فاحش على حساب الشعب العراقي، هذا كلام نائب في البرلمان. مقرر اللجنة المالية في مجلس النواب أحمد الصفار أثار نقطة مهمة أخرى، يقول إن الموازنة المالية لعام 2020 ستكون غير موسعة لأنها نصف سنوية. هل هذا دستوري؟ هل هذا صحيح؟ هل هذا قانوني؟ أين النصف الآخر؟ وأين أموال العراق؟ أبو أحمد من الرمادي، أبو أحمد. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونكم أخباركم؟ تفضل أخي. والله في هذا الموضوع ما الاقتصاد
داخل العراق. نعم. يعني حاكي الشيخ. نعم. أعطي سلة. مو بس نا. إذا أردت الأرض صح. زين؟ سهلة والله إن كان وقعنا بها. أبسط مثال إحنا هاي الحنطة جت يعني مال مسلم. نعم. من هاي؟ من الجبل؟ نعم. ألو تسمعني؟ نعم نعم. إي والله. زين الكيمياء ذاك الشراب ذاك الأحسن. وماكو ولو أنا فلاح يعني أنا ودعم زين وأبيع أقدر أشتري أقدر نقص. زين؟ فنسأل الله. أبو أحمد بدأ الصوت يتقطع وبدأت تحصل مشكلة في الاتصال، نعلم أن الاتصالات في العراق سيئة، شكرا شكرا جزيلا لك وأتمنى أن تعاود الاتصال حتى نفهم بشكل أوضح أنا والسادة المشاهدين. أبو طه من بغداد تفضل. السلام عليكم أستاذ أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام، تفضل سيدي. تحية خاصة لك ولا قناة الرافدين. حياك الله أستاذ أفل. بالنسبة لهذه الحكومة، حكومة مصطفى الكاظمي، نعم، لا تختلف شيئا عن الحكومات السابقة، فإنه مصطفى الكاظمي إجا من رحم السابقة ومن ضمن المحافظة. زين، فإحنا إذا نتأمل من مصطفى الكاظمي أن يعني يسوي لنا حال، زين، أهم سبع المستحيلات. يعني شنو طلع عادل عبد المجيد والوزراء اللي وياه، يعني يحيلهم على التقاعد، يعني هم يعتبرون مجرمين حرب، لازم يستخدمون الى المحاكم والمحاكم الدوليه وامام الشعب العراقي يطلعهم متقاعدين على يا قانون هذا. يعني هاي خسارة بكل دول العالم، مجرم حرب يحيلوا على التقاعد ويطلع على باريس، ما يصير هاي. يعني احنا الى حتى نبقى جيبوا الكاظمي ودوا الزرفي جيبوا فلان جيبوا فلان، هم كلهم عصابة واحدة سلطت على الشعب العراقي، زين، التوجيهات من ايران، زين، وما يصير اي وزير او اي رئيس وزراء الا مو بامر ولاية الفقيه. زين، ف يعني اذا نعيش مأساة ما حد عايش بكل دول العالم. نعم. احنا شهر رمضان المبارك صار لنا اسبوع كهرباء ماكو. زين، نعم، كهرباء ماكو ولا دقيقه تطلب لنا الكهرباء للبيت، ويقول لك ابقى قاعد في البيت ورا كورونا. يعني لا وضعوا لنا حصه، لا اعطونا كهرباء، لا اعطونا اي شيء، لا اعطوا متقاعدين. زين، شلون الواحد يعيش؟ نعم. انا عايش عوائلنا منين؟ خليك قاعد بالبيت. لا انا افضل ما في كورونا واطلع في الشارع اجيب علاقه لعائلتي احسن حيموتون من الجوع، وخلي الحكومه قرت عين الحكومه. زين، خليهم يتفرجون على الشعب اللي سلطت عليه هاي الاحزاب الفاسده. وانا اشكرك. شكرا 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 لك اخي العزيز ابو طه. قبل أن أخذ هذا الاتصال يجب أن أعرج على نقطة مهمة، وهي إحالة عادل عبد المهدي ووزراء على التقاعد فيه مخالفة لقانون التقاعد نفسه. التقاعد لا يعطى لشخص بقي في وظيفته 4 أو 8 سنوات. سن التقاعد الأدنى من 20 فما فوق،
وهنالك ظروف أخرى تصبح 15 لظروف صحية كما أتوقع أن لست ضليعا في القانون، لكن أن يعطى التقاعد لشخص وظيفته أن يخدم هذا البلد داوم في مكانه مدة 4 سنوات ويأخذ راتب خيالي والشعب العراقي جائع، هذه مصيبة كبرى. نجم من الديوانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. شلونك؟ شلون صحتك؟ نحمد الله على كل شيء، تفضل. رحم الله والديك. بالنسبة تحكون على الاقتصاد وتحكون على الظروف الصعبة اللي صايرة بالعراق، وأنا ممنون منكم من هذا البرنامج، لكن أكو سالفة أقدر أنا أحب أوصلها إليك حتى الشعب، الحكومة هي اللي تشوف هاي السالفة، بس تعطيني مجال إلى ما تصير زحمة عليك. تفضل تفضل وخذ يعني خذ الوقت الكافي لك، لكن أعطي مجالا للآخرين، تفضل. إن شاء الله إن شاء الله. في قديم الزمان أكو إنسان هو وزوجته قاعد بالصحراء ومحتار شي يسوي شي يعمل، فيوم من الأيام إجا قال لزوجته، قال لها يابا يما الغيرة أمروتي شريد نسوي لنا فد عمل مشروع حتى نستثمر بها القاع، ليش احنا قاعدين هنا بالجزيرة؟ قالت له شو تريد تسوي؟ قال لها والله اريد احفر بير، اريد احفر بير، وهذا البير يفيدنا ويفيد العالم، يفيد مكرم اللي يسمع الحيوان الطير. قالت له ما يخالف. قاموا حفروا البير، مقصد الكلام على الاقتصاد. نعم. حفروا البير وطلع المي وصلوا على محمد وآل محمد وكيفه وارتاحوا. تسمعني؟ نعم. أبو البير قاعد شوية مسافة عن البير، فإجا خيال، الخيال تعبان ويريد يحصل على مي ما حصل، فوقف على هذا البير كيف شرب مي من عنده ورب على نفسه مي وأنطل الفرس مالته مي، فحمد الله وشكره. آخر شيء غرب غرفة من البير وبز وين بز؟ بز بنص البير. تفتهمني؟ فأبو البير شافه إجا يركض عليه، مقصد الكلام هنا، مقصد الكلام هنا، خلي يسمعوني الحكومة يسمعني الشعب. فهذا إجا عليه قال له ليش انت رويت بالمي وهذا المي فضل من الله ونعمة من الله كبيرة، ليش بجيت بالبير؟ قال له ما أدري. قال له خوش. فهذا رد عليه قال له لا نبحال الراح ولا نبحال الجاي، بحال البير الشربه ماي وبزوا بيه. تسمعني؟ نعم. رحم الله والديك. فلما نكمل الكلام مالته، فيا عزيزي يا حبيبي يا أخي، وأني أنا مشكور أشكر من عندك جزيل الشكر على هذا البرنامج. سلمك ربي. صدقني صدقني صدقني، ماك واحد من جميع الدول العربية الأجنبية الصديقة الغيرة منا 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 ما ضاق ملحة العراق وما ضاق مي العراق وما ضاق طعم العراق إذا ما هو بز بنص العراق. فهاي الناس اللي انت تحكي عليها، هاي حكومة ضالة، حكومة عمتية، حكومة ما عتها دفاع للشعب، حكومة ما عتها غير على الوطن، حكومة ما عتها إيمان، حكومة هاي رايحة معيشين احنا من عتها. فأنا أسأل الله بحرمة محمد وآل محمد ينتقم من هاي الحكومة، من كلها، من شيعتها سنتها، من كل واحد من عتهم أذى العراق وبهدل العراق وبهدل الشعب العراقي بحق حرمة محمد وآل محمد. وإنما لا تستحشى العراق، أموال العراق لا تعد ولا تحصى، طائلة ما تخلص إلى أبد الآبدين. بس إحنا طحنا بهاي الحكومة، الحكومة التعبانة، الحكومة اللي فلشت العراق ما يقارب 18 سنة، إحنا لحد الآن نمشي على تراب، لحد الآن نمشي بالطشات، لحد الآن ماء ماكو، لحد الآن كهرباء ماكو، لحد الآن مجاري ماكو، لحد الآن يعني تريد تتنفس هواء طبيعي ماكو. ما يستحون هاي الحكومة، رحت لجميع الدول وشفتوها
ما ارتمعت حبره، ما قلت يا بفشل علينا، ما قلت خل نستحي، شنقل الله شنقل بنادم. وعاني من هذا المنبر أقدم هاي الرسالة الجميع الشرفاء، الجميع كل واحد عنده غيرة على وطنه وغيرة على أبناء وطنه أن يوصل هاي الرسالة. وأنا ممنون منكم وجزاكم شكرا الله خير. شكرا الجزاء. شكرا شكرا لك أخ نجم على هذه الرسالة التي قدمتها للشعب وللمواطنين. أم عبد الله من بغداد حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام والرحمة والإكرام. جمعة مباركة لحضرتك ولقناتكم الشريفة ولمصر العراق الشريف. ويبارك لكم في حياتكم وأعماركم، تفضلي. إن شاء الله يا رب. أستاذ إذا تيجي للحقيقة، إحنا من سنة 2003 إلى حد الآن إنه هاي الحكومات اللي جتني كلها يعني كانت تشتغل باسم الدين، إنه حتى العراقي، إنه العراقي أنا على اعتذار للشرفاء. احنا السبب في هاي مشكلة العراق، احنا اللي انطيناهم مجال للسياسيين باعتبار انه دولة الشيعة من آل البيت وايدناهم، وقسم من السنة جماعة المسؤولين ايضا ايدناهم ومشينا وراهم. حتى الموفق الضيعي لما كان يصدع يقول لكل عراقي بيت وسيارة وراتب، وين هذا اللي صار؟ السنة لما طلعوا قالوا لهم ترى هاي الحكومة فاسدة، الكل يتفرجون على أهل السنة، قتلوهم ذبحوهم دمروا محافظاتهم، والشيعة يعني يتفرجون عليهم. إلى أن سوت الحكومة، ترى صار لها 17 سنة أستاذ، الحكومة سوت حشد، ترى هذا الحشد مو اعتباطا، هو قلة السبيل حماية المسؤولين وحصالتهم، لأنهم سلبوا السلطة والسيطرة من العسكريين والشرطة، فماكو أي مجال للحكومة أنه أحد يجيحها إلا عن طريق القضاء على الحشد والناس اللي ما تخاف الله. حتى المواطنين أستاذ اللي ما يخافون الله اشتغلوا على الشعب العراقي، لأنه ماكو قانون، سلبوا دفاترهم، سلبوا فلوسهم بحجة أنه تجارة وما تجارة. فكل هذا الوضع اللي احنا بنعانيه هو سببنا احنا. فالمفروض انه من مصطفى الكاظمي من جاء من شاف جاء اللي اخذ رئاسه الوزراء وشاف الحكومه الان في ميزانيه فارغه، ليش هو استلم السلطه وقال الميزانيه فارغه؟ انا شلون راح استلم رئاسه الوزراء والشعب من عندي يريد رواتب يريد خدمات؟ أنا في هذه الحالة صراحة أسويه، فمعناه ماكو أي مجال لهذه الحكومات اللي تجينا وحدة ورا الثانية وحدة عندك من الثانية. إذا هو يصرح يقول الميزانية فارغة، ليش إنه انطى 5 مليون دولار إلى عادل عبد المهدي وكرمه وكافئه على الشغلات اللي سواها بالشعب العراقي اسوة بالبقية الآخرين مثل نور المالكي والعبادي بعدين انه من لبس استاذ من لبس سترة الحشد وعليها صورة سليماني، اتوقع انه لا مجال لكل حكومة تجينا هي تكون عملية تقديم خدمات للشعب العراقي. فصوت المتظاهرين ولازم صوت الشعب العراقي كله في سبيل انه لازم نتخلص من هاي الجوده الفاسده ونعيد الحياه الى الشعب العراقي. تحياتي لك. شكرا شكرا جزيلا لك ام عبد الله. يعني القضيه التي يجب ان نفكر فيها ايضا، اين هي الخطط المستقبليه؟ نحن نسمع عن خطط مستقبليه لكل العالم، نحن نسمع عن خطط لخمس سنوات قادمه، نسمع عن خطط لعشر سنوات قادمة، نسمع عن خطط اقتصادية لبلدان العالم لأربعين سنة قادمة، تحاول البلدان أن تتطور وأن تقول أو أن تفكر بأنها ستصبح كذا بعد خمس سنوات، أو أنها ستصبح هكذا بعد عشر سنوات، أو أنها ستحصل على
بعد 20 أو 30 عاما، أو أنها ستكون بهذا الشكل بعد 40 عاما؟ لماذا لا نسمع وجود خطط مستقبلية أن العراق سيتطور، أن التكنولوجيا في العراق ستكون بهذا الشكل بعد 5 أو 6 سنوات، أن الصناعة في العراق ستكون بهذه الصورة، أن الزراعة هكذا ستقدم، أن العراق هكذا سينتج؟ لكننا نجد أن العراق يوما بعد يوم على حافة الهاوية، وأنه سيعلن أو يشهر إفلاسه بين ليلة أو ضحاها. مثنى، حياك الله. مثنى من بغداد، حياك الله. مثنى، يبدو أن مثنى لا يسمعني. أم أحمد من العاصمة بغداد، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. حياك أستاذ عفان وحيا قناة الراتبين الوطنية الأصيلة. حياك الله. موضوع الحلقة اليوم أستاذ عفان هو هذا الموضوع الشاغلنا، يعني شاغل الوطنيين العراقيين الأصلاء. نعم. ماكو حل، ماكو أمل، ماكو غير الثورة، ماكو أن نقلع هذا النظام. كل ما تجي حكومة أسوأ من قبلها، واللي ننتظره من عندهم بعد أسوأ. العراقيين لا يقولون نعطي مجال وخلنا ننتظر، لا، نطلع. المفروض العراق كله يطلع على هاي الحكومات. حضرتك قبل شوية ذكرت أنه هاي الحكومة ما تتقدم يعني مشاريع أو خطط بكل المجالات، ما تكون هيك شيء عندهم، ما عندهم هذا بنظامهم ولا بخطتهم ولا عندهم. هم مجموعة لصوص وقتلة، مش قد يقدرون يسرقون، مش قد يقدرون يخدمون إيران وأمريكا ومصالحهم. وحضرتك قلت راح يعلون افلاس، ما هو العراق افلس، لا زراعه لا صناعه لا تعليم لا صحه، الشعب منهار، لا قيم لا مبادئ، المخدرات الامراض لا امان. يعني عرفنا من هاي الامور الكاظمي من السلم لحد الان تلاحظون الوضع الامني، الناس بدها تنزحت او في بيوتها بدياله، مو صحيح لو لا. صلاح الدين هاي الهجمات، ابو غريب انه بالامان ماكو. هذا شنو التوجه هذا الجديد؟ شو يردون يثبتون؟ ما كفوهم اللي سووه بينا من 2003 لحد الان؟ خلي يطلعون، ما نريدهم، احنا نقعد نعمر بلدنا. الله ينتقم منهم، لا يصح الا الصحيح. شو يردون يقدمون؟ رواتب ماكو للموظفين. متفضل، لا هذا الشهر ما بي استقطاع، والشهر القادم يعني انه راح تكون الرواتب ناقصة. اكو دولة هيك ما عندهم خطة طوارئ، ما عندهم خزين. نعم. راحت اموال العراق وين؟ احنا نسألهم من خلال برنامجكم، اموال العراق وين؟ نعم. خيره وين وديتوه؟ الشعب ليش ما يطلع عليهم؟ ماكو حل وخلاص، الا الشعب كله يكون ثورة واحدة أو نقلع هذا النظام الفاسد، يرجع العراق لأهله واللي والوهم والأذناب كلها نخلص منها. كافي يا عراقيين من برنامجكم للشرفاء، اطلعوا. كافي للموظف يخاف على راسه، واللي معينه واللي ما أعرف شنو، هاي كافي بعد هاي الانتماءات. الوطن، الوطن هو بيتنا الكبير، هو ما عندنا غير العراق. اصحوا على نفسكم يا مغيبة عقولكم، ولا يصح إلا الصحيح. وهذه الحكومة بعد أتعس من السابقة يا أستاذ أفل. شكرا، شكرا لك أم أحمد. أبو زكريا من كركوك، حياك الله. أبو زكريا، يبدو أن الاتصال مع أبو زكريا قد انقطع. المثير للضحك أنه ما كشفته اللجنة المالية في البرلمان عن عجز الحكومة الحالية عن معالجة العجز في الموازنة العامة. يعني هنا نطرح التساؤل، ما هو عمل البرلمان يا ترى؟ ما هو عمل السلطة التشريعية في العراق؟ ما فائدة وجودهم أصلا، وما فائدة الانتخابات البرلمانية إن كانوا لا يقومون بواجبهم على الوجه الصحيح؟ أبو زكريا من كركوك رجع لنا، حياك الله. حياك الله يا عزيز، حياك ودوم إن شاء الله.
تسلم. وتحياتي على قناتكم وعلى كل المتصلين الشرفاء يخابرون قناتكم. يا ابن العزيز احنا من بعد 17 سنة قمنا نرجع للصفر. يعني 17 سنة بالله عليك الله ابن أسد 17 سنة احنا مولدات 18 ساعة مولدات مدنية 18 ساعة وحكومة العراق كل حكومته هو هذا اللي سموه جديد هذا ما أدري شو يسمونه يعطي 4 ساعات على الكاظمي 4 ساعات 24 ساعة من الله يطيح حي حظي الحكومة رجعونا 100 سنة دي ورا رجعونا على وقت الحجري يعني راح أسوي أم قبل مسوي فانوس ما فانوس محرقة لا دواء لا كهرباء لا ماي لا شغل لا عمل بس أنا عندي مناشدة الوحيدة ابن أسد نعم خلاصنا هم راح يرجعون حقوقنا المتظاهرين الشباب كل واحد كل شاب انخذل من العراق يسوى كل هذا الحكومة الطائفية السياسيين كل شاب انجرح من عندهم والله دمه يسوى والله دمه يسوى كل برمانيين نعم شكرا جزيلا لك أبو زكريا. رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري بيّن أن مجموع الرواتب في العراق تبلغ 6 تريليونات دينار عراقي بينما مدخولات الدولة لا تتجاوز 1.5 تريليون دينار. يعني هذا الأمر أنه الموازنة في خصوص الرواتب بس عندها عجز 4.5 تريليون فقط. هاي عدا المشاريع التشغيلية، عدا الخدمات، عدا الكهرباء، عدا استيراد النفط البنزين، عدا استيراد الخضروات، هاي عدا كل شيء بس حتى تعطي رواتب هنالك عجز في الميزانية 4.5 تريليون دينار. وأشار هيثم الجبوري أنه إذا ما استمرت الأزمة من 3 إلى 4 أشهر ستلجأ الحكومة العراقية إما إلى الاقتراض الداخلي أو الخارجي. هنا يطرح التساؤل هل سيحل الاقتراض الداخلي أو الخارجي أزمة العراق؟ هل نحن في أزمة لنضع أنفسنا بأزمة أخرى لنقترض 4 تريليونات فقط للرواتب ونضيف عليها قيمة الموازنة التشغيلية ونضع على عاتق الشعب والحكومة فوائد لسداد هذه القروض؟ إذن ما فائدة وجودكم أنتم وما فعلتموه أنتم للعراق؟ هل خفضت الرواتب رواتب المسؤولين والمدراء والدرجات الخاصة والرئاسات الثلاث؟ هل قامت بالنظر إلى الشعب العراقي وإلى من يتسنم هذه المناصب كحد سواء وقالت ما يجري على الشعب يجري عليهم وخفضت من رواتب الطرفين لكي توازن من البوصلة في العراق؟ هذا هو السؤال الأهم. بالنسبة إلى رسائل الواتساب، بعث لي شخص صورة لكتاب من مجلس النواب بتاريخ غير واضح سري وشخصي جدا. مصاريف نتقدم لسيادتكم بكل معاني التقدير والاحترام وأرجو الإعازة إلى قسم المالية بصرف مبالغ العملية الجراحية تجميل التي أجريت لي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية والبالغة 19,000 دولار لا غير، وذلك من صندوق الضمان الاجتماعي لأعضاء مجلس النواب للمنافع الشخصية أسوى ببقية أعضاء المجلس. حسين الأسد عضو مجلس النواب ما شاء الله. رسالة أخرى، السلام عليكم أخي، نطالب بالعفو العام عن كل سجناء الأبرياء، حسبي الله ونعم الوكيل، على كل ظالم وين رئيس الوزراء؟ والله وزراء بهم بس كذب. الله لا ينطيكم يا حكومة. أنا أخويا صار لي 13 سنة بسجن الناصرية، أنا أم أنس، أطالب بالعفو العام. أستاذ أفل صدقني أروح لمستشفى ابن الهيثم للعيون، أنا مريض من زمن صدام، يطردوني لأن ما عندي فقير، مشفى صار بيد عصابات عجمية تتكلم وكهرباء سيطرة وعليها جيش المهدي، الأمل الأخير هو ثورة لإنقاذ العراق من قبضة المجوس. السلام عليكم. إلى قناة الرافدين صوت نصرة الحق، نناشدكم نحن مهندسو أجور وعقود وزارة الكهرباء،
تم تعييننا بعد سنوات من المعاناة من البطالة. احنا تعيننا بال2019 عند تظاهرنا امام وزارة الكهرباء. اليوم نحن في ساحة الاعتصام امام مجلس الوزراء تحت حرارة الشمس امام ظمأ وجوع شهر رمضان. لم يستمع لصراخاتنا اي مسؤول، لم تنصفنا اي جهة. كونوا عونا لنا من بعد الله عز وجل. ابنائكم من مهندسي عقود واجور وزارة الكهرباء يفترشون الارض للمطالبة بابسط حقوقهم وهو التثبيت على ملاك الوزارة. نحتاج دعمكم لقضيتنا وإيصال صوتنا إلى قبة البرلمان. وباعث لنا صور للتظاهرة أخي العزيز. بالنسبة إلى صور التظاهرة في الشريط الأزرق أسفل الشاشة نافذة أنت ترى، أرجو منك إرسال هذه الصور على رقم النافذة كي تبث على شاشة الرافدين. شكرا جزيلا لك. والله العظيم تعبنا كافي عادة، ريد عفو عام يا الكاظمي، انطي عفو فرحنا ولا تخيب أملنا بيك. لا تحرم كل طفل من أبوه الرحمة منكم، حنا الزوجات ما عدنا معين والله. السلام عليكم أبو كرارة من البصرة، تحية طيبة لك أستاذ أفل. باكر يجي العيد والناس فرحانة، وأنا أنتظر المنحة والقرآن وروحي طلعانة تدور السنين، وأظل هذا أنا قولوا لي شو وقت تخلص مو روحي خلصانة، لا ملابس لا فطور مثل الناس، أنطي الجهالي حسبي الله ونعم الوكيل يا فاسدين. السلام عليكم، حبيت أشكر هاي القناة اللي توصل صوت المواطنين من خلال هذا المنبر. أريد أوصل صوتي بشأن السجناء من النساء، ليش ما يطلعون النساء؟ هن لا حول ولا قوة، شكوا ساجنيهن، فرحوا أطفالهن وأهلهن وجاي عيد والله يوفقكم. تحياتي أم نور من بغداد. مساء الخير أستاذ أفل. طبعا الظلم بالعراق وصل حالة خيالية، وقتل الأبرياء مستمر، إضافة إلى حاجة الناس المادية والجوع والحاجة المادية للعوائل العراقية. الحكومات الغاشمة تسرق بأموال الشعب بشكل يفوق الخيال، إضافة إلى البطالة وانتشار فيروس كورونا. يا رب ينصر الشعب العراقي الجريح على هؤلاء الخونة. أخذكم ندى من الدنمارك. أستاذ أفل عذرا، السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ، الاحتلال الأمريكي الإيراني وعوانهم الفاسدين في الخضراء وقفوا ضد عجلة التقدم في التطور لثروات العراق. العراق يمتلك كل القدرات الاقتصادية في العالم، وتم استهداف التطور الاقتصادي في العراق لصالح الاحتلالين الأمريكي والإيراني والجرذان الخضراء والدول المتعاونة لاحتلال العراق. مثال، إيطاليا شرطها دخول التحالف ضد العراق مع أمريكا، إصدار حنطة العراق لمدة 50 عام. والسلام عليكم. وفوسفات عكاشات في الأنبار إذا استثمرت من قبل العراق وشعبه تكفي العراق 100 عام اقتصاد. نناشر قناة الرافدين الشريفة إيصال أصواتنا إلى رئيس الوزراء والجمهورية والبرلمان. نحن مقبلين على عيد الفطر وأولادنا غياب عنا، ما نعرف أي شيء عنهم، لا مواجهات ولا حتى أي خبر عنهم. الله أكبر، احنا أمهات عراقيات ننتظر من الحكومة فرحة العيد، يعني نريد أولادنا منهم بهذا العيد. والله قتلنا القهر، خلي يتقوا الله ويفرحوا الأمهات العراقيات. العفو عن جميع أبنائنا السجناء العراقيين مطلبنا. آخر رسالة أقدر أقراها اليوم، اليوم تم وضع صور عبد الملك الحوثي والخامنئي في كل مكان بمحافظة ديالى. أنقذ العراق من الاحتلال الإيراني يا ثوار الجنوب وبغداد، وإلا فالتقسيم هو الحل للمحافظات الغربية والوسط وحل للأحزاب اللي تريد أن يصبح الجنوب وبغداد محافظة إيرانية لإمبراطورية فارس. أعتذر من باقي السادة المشاهدين اللي ما قدرت أكمل رسائلهم، أعتذر من السادة المشاهدين اللي يحاولون أن يتصلوا ببرنامج منبر الرافدين. قبل الختام مشاهدينا الكرام، اليوم العراق مقبل على كارثة اقتصادية خصوصا بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط عالميا، واليوم الكل يعلم أن العراق يعتمد فقط على تصدير النفط في الموازنة لكل عام. بما أن النفط عالميا قد انخفض، هذا يعني أن قيمة الموازنة العراقية انخفضت هي الأخرى، فكيف ستفي الحكومة للشعب العراقي رواتبه؟ كيف ستفي الحكومة للشعب العراقي في قضاياه وأوضاعه؟ كيف ستفي الحكومة للشعب العراقي بأن توفر له الخضروات والمأكولات والطاقة الكهربائية والنفط؟ كل هذه التساؤلات نطرحها لكم، نلتقيكم على خير إن شاء الله، في أمان الله.